السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما كتشوفوا هنايا بديت معكم بالغديوه ديالي اللي صوبت فيها الحوت. اول حاجه كنغسل الحوت ديالي مزيان، كنغسلو بالحامض والماء ونزيد له شويه ديال الخل للتعقيم. كما كتشوفوا هنايا في العطور درت شويه ديال الملحه، التحميره، سكنجبير، ابزار، بعض القطرات من الحامض وملعقه ديال المطارد. بالنسبه للمقادير غادي نخليهم في صندوق الوصف. وكنخلطو مزيان كما كتشوفوا. صراحه هاد الحشوه كتجي بنينه بزاف. ودابا غادي نجيب الحوت ديالي، غادي ندهن به ديك الحشوه اللي عندي، ندهنهم مزيان وغادي نخليهم على ما يرتاحوا واحد شويه عاد نقليهم. بعد ما الحوت ديالي شرب ديك الحشوه دابا غادي نديروه في الخبز مطحون ونقليه في الزيت. كما كتشوفوا الطريقه ديالي، غادي نكمل دابا بقيه الحوت وغادي نديروه في الزيت يتقلى. مهم بعد ما ساديت هذا هو الشكل النهائي، جديد بزاف. نتمنى تجربوا هذه الوصفه. مهم انا غادي نخليكم مع بقيه الفيديو، بقاو معايا حتى الاخر.